السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على الكافيا، يعني واحد كافيا شحال فيه من امبير. كنا درنا في الدرس الماضي وقلنا باللي واحد كافيا يساوي 4.5 امبير، هذه في 220 فولت. واحد كافيا يساوي 1.5 امبير في 380 فولت. كاين اللي طلبوا منا كيفاش التفاصيل تاعها. احنا عندنا لا بويسونس، القانون تاع الاستطاعه يساوي اي كوس في، هذه يسموها الاستطاعه الفعاله. وكاينه الاستطاعه الظاهريه تساوي اي، وكاينه الاستطاعه المفاعله اللي هي كي تساوي اي سينوس في. هذه الوحدة تاعها كيلو وات، هذه الوحدة تاعها كافيا، وهذه الوحدة تاعها كيلو فار. احنا نشوفو لا بويسونس هذه تاع كافيا، هي اس تساوي اي اي، نجبد الاي تساوي بي سور اي. بي هي ان كافيا معنتها ميل فيا على 220 فولت. كي نقسم 1000 على 220 تعطي لي 4.5 امبير، وبالتالي نولي نختصرها، نولي نضرب ديريكتومو معناتها دو كافيا تعطي لي 9 امبير، نولي نضرب ديريكتومو في هذه باش تسهل لكم الحسابات. كي يكون عندي في 380 اس ايتيغال راسين دو 3 اي اي، نجبد الاي يولي بي سير راسين دو 3 اي، تولي ميل تقسيم 1.73 راسين دو 3 1.73 في 380 فولت، هذه تساوي حوالي 1.5 امبير. هذا هو الحساب تاعها. وبالتالي ناخذ دائما القاعده هذه، نولي نضرب مثال عندي دي كافيا ديس، نضربها في 1.5 تعطي لي 15 امبير. هذا هو الكالكول تاع الكافيا في 220 فولت في 380 فولت. دونك هنا في التوزيع تاع سوناغاز، سوناغاز تعطينا حوالي سي كافيا، ستة كافيا هي حوالي 28 أمبير، وبالتالي نديرو أن ديجونكتور هنا تاع 30 أمبير. ولا في 380 ثاني كنديرو 30 أمبير، هذا يسموه ديجونكتور دو برونشمون. الأخطاء اللي يديروهم الكهربائيين دي فوا كي يطيحو في زبون وين عنده استهلاك أكثر من 30 أمبير، واش يدير؟ يروح ينحي الديجونكتور هذا 30 امبير ويحط في بلاصتو 63 ولا 100 امبير، يدير حتى 100 امبير ويقول لك راني زدت. هنايا هذا خطا، ما لازمش تبدل الديجونكتور بلا ما تبدل الكابل، لانه يعني كل ديجونكتور كي نقولوا 30 امبير معناتها تقابلها 6 ملم كاري، كي نقولوا 100 امبير حوالي 16 ملم كاري. دونك ما لازمش تبدل ديجونكتور بلا ما تبدل الكابل. هذه من جهه، هذه من جهه، ومن جهه واحده اخرى الي قدير دير دوموند دوغمونطاسيون دو بويسونس، لازم باش تبدل الاخر تروح صونا غاز دير طلب رفع الاستطاعه. هما يشوفوا في الريزو في الشبكه الكهربائيه اذا كاين، اذا كاين يعني كاين لا بويسونس بزياده، رايح يبدلوا لك الديجونكتور ويعطوا لك لا بويسونس اكثر. يعني من 30 امبير يقدروا يروحوا حتى 100 امبير ويبدلوا لك الكابل، باسكو هما يهبطوا لنا مثال في 380 يهبطوا لنا بال 4x16 الومنيوم. الومنيوم هو 6 في الكويفر، وكي يطلعوا لك يهبطوا بال 4x35 الومنيوم هو هو الساز في الكويفر. أه
وهنايا لازم تكون تعرفوا ثاني حاجة باللي لا بويسونس هنا راهي محسوبة. هي مثال سونال غاز دير لك 100 كافيا، دير لك اذا كان عندها بوست 100 كافيا، 100 كافيا هذه تقسمها على 6، تقسم 100 تقسيم 6 معناتها تخرج واحد حوالي عندي هنا 15 ابوني، يعني 15 مشترك، لازمش تفوت اكثر من 15. احنا هاد المشاكل اللي راهم يجوا تاع لاشي دو طونسون سيرشار منين تصرا؟ تصرا من البيراطاج، من صدر من هنا التوزيع العشوائي، كاين اللي يروح يجي بيبروشي وحده، كاين اللي يزيد يبدل في الديجونكتور، الاخر يبدل في الخاب، من بعد يصراو هنا. مثال سونال غاز دير حسابها باللي كاين 15 ابوني بصح في الواقع هما 30، دونك هنايا من بعد يصاو لي سيرشارج لانه ما كانش نظام. فوالا، دونك هذه لازم الالكتريسيان يكون يعرف لي نورم ويعرف القانون، يعني ماشي يبرونشي باك يبدل، باسكو حنا كاين حالات شفناهم في الميدان وين يبدل الديجونكتور بلا ما يبدل الكابل، بعد الكابل هذاك يولي شوفي. دونك حنا لازم نتبعو كل امبيراج، يتبعو الكابل تاعو، متقدرش تبدل الديجونكتور بلا ما تبدل الكابل داليمونطاسيون. وباش تبدل الكابل داليمونطاسيون لازم تشوف اسكو لا ديسبونابيليتي دو بويسونس اسكو كاين ولا ما كانش، يعني البوست يتحمل هذا الاستهلاك ولا ما يتحملش. دونك هذه سوناغاز هي اللي تعرف شحال كاين عندها من ابوني، شحال كاين واحد راه مبرونشي، وشحال كاين البوست شحال فيه من لا بويسونس. فوالا، نتمنى استفدتم انا، والى درس اخر. السلام عليكم.